هاد الفيديو هذا خاص بلي ميكانيسيان اللي باغيين يتعلموا ديبانيو راسون في الفرنسي، يعني يسولوا ويجاوبوا ويقنعوا الكليان سواء في كهرباء السيارات، في الميكانيك، في جميع الطوموبيلات، في المطر، البوالور، المهم اي حاجه تدور. مثلا تنقولوا لي فويون ساليم با، لو موتور دو لا فواتور ترامبل، كلاك، فوم، في دو بروي، لو موتور شوف، لا دوزيام فيتيس ني باس بلو، la direction dure, le moteur est chaud, le démarreur est mort, l'embrayage est endommagé. اي انت يا معلم، ولكن ناقصك التواصل مع الكليان. يا ما عرفتيش تهضر بالفرنسي ما غادي لا تفهم لا تسول لا تجاوب مع الكليان، وبالتالي غادي يضيعوا لك الفرص وما غاديش تافونسي. فهمتي؟ خاصك تكون طاق امارش باش تدبر على راسك سواء هنا او في الخارج. فاللي بغى دروس خاصة يعني في هذا المجال هذا، مرحبا، ها هو الرقم ديالي على الواتساب. اي فوالا، ا تري بيانتو.